السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ده الجزء الاخير من الجولة بتاعتنا، وان شاء الله يعجبكم. هنا جينا الارمانيا او الغابة، مكتوب ارمانيا دويلة بشبشة، يعني مع الطبيعة على انفراد، يعني كناية عن الهدوء والسكينة اللي الواحد ممكن يتعايش فيها في الجو ده. بالنسبة للأورمانيا أو الحديقة دي، تعد الأولى على مستوى أوروبا كأكبر حديقة حيوان أو محمية طبيعية، الثانية على مستوى العالم بالنسبة للحيوانات اللي فيها، سواء كان أفيال، نعام، أو أي حيوانات ضخمة يعني، أو غزلان أو كده، محطوطة في أماكن مفتوحة ومتحوط عليها بشباك. لكن في آخر الفيديو إن شاء الله هوريكم بقى في حديقة حيوان صغيرة جوه الحديقة نفسها الكبيرة، معمولة للأطفال زي ما انتم شايفين كده. دي صناديق، عندنا الورق لوحده، الإزاز لوحده، البلاستيك لوحده، المعدن لوحده، طبعا علشان إعادة التدوير. عايزة أقول لكم هي جميلة جدا، بس يعني بصراحة متعبة. يعني هي كانت في آخر اليوم، احنا بصراحة حسينا إن هي ملهاش لازمة، لو كنا روحنا بدلها البيت المقلوب كان هيبقى أفضل. بس هي بصراحة يعني صوت العصافير والهدوء والجو حاجة ما شاء الله جميلة. الأوضة دي بالمناسبة اللي موجودة دي علشان الأمهات لتغيير الأطفال أو الستات اللي بترضع، هي مخصصة لكده. هوريكم كمان بيوت الهوبيت، هسيب لكم الصورة بتاعتهم اللي هم كانوا في فيلم تقريبا بتاع مملكة الخواتم. والطريق اللي احنا ماشيين فيه دوت مع الأسف مش معمول أسفلت، كله تراب، يعني زي الطريق اللي هو يبقى كله تراب مفهوش أسفلت خالص. فدي يمكن هي الحاجة اللي كانت رخمة في الموضوع. وفي طبعا اللي هو زي الحصى الصغير ده كان بيقابلنا كتير، مفيش غير جزء بس بسيط اللي هو واحنا راجعين بعد كده من ورا من عند حديقة الحيوان بتاعة الأطفال، فيه لفة تانية. يعني احنا مشينا كده مثلا من الطريق دوت، رجعنا عكسه من طريق تاني بس هو فيه يعني أسفلت زي ما هتشوفوا بقى دلوقتي. وأخيرا وصلنا عند البيوت بتاعة الهوبيت. أهو ده شكلهم، هما بيبقوا صغيرين في الطول بس مش أقزام، أطول من الأقزام يعني مختلفين. Yerini bilsem hemen götürürdüm. Ne diyor? Lan hiç طبعا زي ما انتم شايفين كده البيوت صغيره واشكالها مختلفه، يعني زي ما كانت موجوده في الفيلم على اساس ان هم بيدخلوا ويطلعوا من الابواب دي مناسبه لطولهم، ولكن هم في الحقيقه غالبا مش موجودين. احنا بنشوف اقزام لكن الهوبيت ما اعتقدش ان هم موجودين. بالمناسبه هو الفيلم اسمه هوبيت عشان انا عرفته، لكن في فيلم بالتركي اسمه يوزوك افندسي، يعني ملك الخواتم بما معناه. زي ما انتم شايفين كده الجزء ده بصراحة الجزء ده عجبنا وكان جميل. هوريكم بعد كده لقينا ايه في المية. ده هنا موجود في نص الغابة، بصوا ده اكل علشان الحمام والعصافير، مفتوح من تحت، هو بيقعد ينزل 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 لحد ما يخلص، بعد كده بيرجعوا يملوه تاني. شوف işte. Görebiliyor musun? السلحفاة الصغيرة. هو شايفين السلحفاة اهي؟ تمام؟ تمام؟ Gözüküyor zaten. Lan buradaki büyüğüne bak, büyüğüne. Kocaman var bak. Tamam. Hem de iki tane bak, biri orada biri orada. Kaplumbağa. Bak Aymira kardeşler var orada. Hayvan. Dumba dumba dumba. Aa, orada da bir şey var da onu, yılan mı o? Kobraya benziyor. Tövbe estağfurullah.
Olabilir oğlum, niye olmasın? Sonradan طبعا الفقرة الكوميدية اللي فاتت دي دومبا دومبا ده في الكرتون بتاع مشا والدب، فأنا لما بقول لميرا كده هي بتقعد تضحك، يعني هي حافظة المشهد فأنا لما بقولها كده بتضحك، فلما شفت السلاحف دي افتكرت المشهد. هنا بقى الجزء دوت من حديقة الحيوان، كل نوع من الحيوانات عاملين له، كل نوع من الحيوانات مقفول عليه بسلك زي دوت وحاطينهم كده لوحدهم. اهو ده اللي شبه الغزالة، ده اسمها أدني جليل ألاجيك، اسمها غريب. شيبن زيوما اهو، وفي نفس المكان عايش معاهم بط، ده اللي كانوا بيقولوا عليه الظبي. بصوا ده اهو الظبي، عشان افتكرت ليه اسمه، ومعاه بطة اهو. بصوا البطة ما شاء الله مالية مركزها ازاي، وعندهم بحيرة كده صغيرة على قدهم بيعوموا فيها. غازمي اورديكمي بالنار، غازمي اورديكمي يابان اوردي يابان. بط بس غريب، الفصيلة بتاعته غريبة. Bir tane daha geldi, gördün mü? Gel, bak bak. Bak. هنا الفراخ دي فراخ آسيوية بيتقال عليها تشين تافو، يعني فراخ صينية بيتقال عليها كده. هو هنا بيقول لي دوت حمام، قلت له لا ده حمام، قال لي يلا امسكيهم وكليهم. هنا مكتوب ان الحمامه وزنها بيبقى قد ايه، بيوصل لقد ايه، وبتعيش تقريبا من 7 لـ 8 سنين، والجنس بتاعها يعني هي من اي بلد، عشان كل حاجه هنا وليها بلد. فاتشالو تاوك شتا سو سيكس تاوك بق 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 ها بونار ده شيء ده هات راحت يزيولار بقى. ده ديك رومي بس السلالة بتاعته مختلفة عن اللي احنا نعرفها، والاسم بتاعه مختلف. سلالة سيديشي اسبانش تبويمش. هنا دي بقى حديقة من اول ما دخلنا كده، دي حديقة الحيوان المخصصة للأطفال، زي ما انتوا هتشوفوا كده بقى العصافير وجميع أنواع الحيوانات. الحاجات اللي هي الصغيرة زي العصافير بتبقى محطوطة في حاجة إزاز كده وليها باب ومفصولة عن حاجة تانية. هنا مكتوب النوع دوت بيعيش من 10 لـ 14 سنة، وزنه بيتراوح من 18 لـ 30 جرام، وطوله 16 سنتي. هنا ده نوع مختلف، دوت بغبغانات اللي هي اللي بنقول عليها اهو بغبغان، دوت بيعيش من 15 لـ 30 سنة. الحديقة ما شاء الله مليانة حيوانات كتيرة ومتنوعة. ده نوع من انواع بيبقى متواجد في مدغشقر وافريقيا، احنا بيبقى موجود عندنا شبهه، كان عندنا زيه في مصر، مش عندنا في البيت، عندنا في مصر عامه كنت بشوفه عند محلات العصافير. طبعا هي بتبقى زي ما قلت اشكال وانواع وسلالات وليها اسعار مختلفه. هنا ده نوع تاني صغير جدا، يعني قد عقلتين صباع، ده بيعيش من 2 لـ 5، وزنه 12 جرام، طوله من 10 لـ 12 سنتي، والموطن بتاعه في استراليا، وشكلهم ما شاء الله جميل جدا وصغيرين، يعني تقريبا قد صباع، وعاملين لهم اعشاش صغيرة كده. طبعا دول هنا تقريبا نسانيس اللي احنا بنقول عليه نسناس، هما شكلهم كده غريب، بيبقى موجود من في كرتون. طبعا انا شكلي معكوس في الازاز، لان كان الوقت ده كان المغرب قرب يأذن. هنا دي بقى تقريبا مش عارفه حربايه ولا سحليه، ايا كان اسمها، يعني غالبا سحليه، شكلها مختلف. حاطين كل واحده في مكان، والبيئه اللي مهيئينها لها او الشكل بتاعها مكانه مختلف، يعني هنا مثلا لون واللي هناك لون. هنا في واحده على غصن الشجره اهي، مش عارفه هي باينه لكم ولا لا، لونها مخضر كده، لونها غريب، فكل واحدة لونها مختلف على حسب المكان أو الحاجة اللي هي واقفة عليها. هنا اهو واحدة تانية لونها
اخضر في بني زي ما قلت لكم. السحليه بتتلون على حسب السطح اللي هي موجوده عليه او الحرباقه زي ما احنا بنسميها باللغه العربيه. هنا بقى ده غالبا المفروض ان هنا كان فيه تعبان بس انا يعني ما شفتهوش. المكان اللي جنبه فيه تعبان لونه كده غريب وشكله غريب اصلا. ده شكله لونه مصفر كده. بيعيش من 10 ل 15 سنة ووزنه من 10 ل 15 كيلو وطوله من 6 ل 10 متر وموجود في افريقيا واستراليا. Arkadaki adı lama. Keçi değil. Onların... Burada keçi var ya. Ha evet yavrusu. Aradan zıplaya zıplaya tavuraya geçmiş. Ay. Koçlara geldi. Şunlar da kaşınıyor baksana taşı sürüyor kendine. Şunlar o da bu tarafa geçmiş. Bu arkadaşların yaşam alanına geçmiş. Bu hena hu. Vara filema. بس شكلها ايه قاعده كده في الداره في الظل. الله الله نريد جبتلر بنا. Oy! Bak kaç tane yavru yapan keçi bunlar. Sana keçi. بس ده هنا في خرفان وفي نعيز. كل مكان قافلينه من ناحية في له مختلف زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. يعني دول مثلا ده اللي احنا بنقول عليه كبش. ده غير الخروف العادي غير المعزة. أخيرا ولأول مرة بقالي أكثر من سنتين في تركيا لقيت الحمير أعزكم الله. يعني لقيتهم إيه في حديقة الحيوان وطلعوا جايين منين؟ جايين من عندنا من مصر. من مصر. بابا إيه يروح؟ كيف؟ لما؟ تشكر زلك. Dev gibi büyük zaten. O deve, bu lama. İkisi farklı. O köylü türü. Burası da köylü. Güney Amerika evcil hayvanı. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ولنهاية جولتنا واختمها. أتمنى إن شاء الله يكون الفيديوهات اللي نزلتها عجبتكم. بحبكم جدا في الله. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.